السلام عليكم. السؤال ده بيقول لي عندي سي كود اللي هو A و B، كل واحد انستراكشن واحده بس. بيقول لك الميموري لوكيشن ات سي اوف 0 كونتينز ذا انتجر فاليو تي، فيبقى انا عندي سي اوف 0 ده مكان في الميموري جواه 0x الكلام ده، ماشي؟ تمام. وبيقول لك ان ال A بيساوي 0 وال B بيساوي الرقم ده. What is the result value of A in each case؟ طيب هنا هلاقي ان انا في اول مره بقول A equals B and b twice d b twice and c of 0، فعشان اعمل b twice ending محتاج يكون احول ده لباينري. فطبعا هنا عندي اربع اصفار دول مش لازم اكتبهم، خلاص انا عارف ان دول اربع اصفار والصفر ended مع اي حاجه بيبقى بصفر. والبي بكام؟ البي هنا برضو عندك اربع اصفار، فكده كده صفر ended مع صفر بصفر، فانا حاجه محتاجه اند الاثنينات مع الارقام دي. يبقى انا عندي هنا هكتب اخر اربع ديجيتس بس، اللي هم هنا واحد عباره عن 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 و0 1 0 0 ده كده c of 0 ماشي. والباقي هنا 0. ال a عباره عن اصفار بس، فال a عباره عن 0 وال b عباره عن 0 هات واثنينات، فيبقى انا عندي 0 وبعدين 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 و0 0 1 0. طيب فال b ended مع c of 0، نعمل b twice ending، هيبقى عندي هنا 0 0 ادي 0 0 ادي كده 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 و 0 0 0 0. يبقى هلاقي عندي ال A في أول مرة، في أول مرة هيبقى 0x 0 0 0 0 اللي هم أول أربع أصفار، وبعدين دول هيبقوا هنا ادي 0 ادي 2 ادي 2 0. طيب حلو، ده رقم A. رقم B بيقول لي ان ال A بتساوي A علامة استفهام B كولون C of 0، ده الكونديشنال اوبريتور. فده لو ال A بترو، لو ال A دي بترو، يبقى ال left hand side ده هيساوي B، else ال left hand side هيساوي C of 0. طب ال A دي اصلا عبارة عن صفر، فالصفر عبارة عن false، فكده بقول ان ال A ده هيساوي اللي بعد الكولون اللي هو C of 0، ماشي؟ فده ال A هتساوي مين؟ هتساوي الراجل ده اللي هو 0 0 0 0 1 2 3 4. ده بالنسبة ل B هيبقى الـ A بتساوي 0x 0 0 0 0 1 2 3 4 عشان الـ conditional operator الداني false. طيب حلو، وبعد كده هو عايز ايه؟ بعد كده بيقول لي write a minimal sequence of MIPS assembly instructions that does the identical operation و show the bitwise representation for the instructions you wrote. ماشي؟ طيب ومديني بيقول لك assume the program would be loaded in the memory starting address 0x 0 0 0 0. طيب حلو، طيب هو هنا مديني variables، مديني A و B و C ومش مديني أي registers، فأنا ممكن أسيوم registers من عندي، بس ممكن أمسح الكلام ده، ممكن أسيوم registers من عندي. أقول مثلا إن الـ A ده موجود في T0 مثلا، وإن الـ B موجود في T1، وإن الـ address بتاع C of 0 موجود في S0 اللي هو الـ base address بتاع الـ array هيكون في S0 مثلا، وأظن كده كفاية. فأنا أول مرة عايز أعمل ending لـ B و C of 0، فهعمل إيه؟ أول حاجة هلود C of 0، هعمل load word في كام؟ في T3 مثلا 0 و S0، فأنا كده معايا C of 0. بعد كده عايز أend وأحط الريزلت في A اللي هو في T of 0، أend مين؟ أend B اللي هي T of 1 مع اللي أنا عملته اللي هو T3، بس كده. فكده خلاص خلصت إيه؟ اول واحده حولتها لنفس اسمبلي. عايزني احولها الباينري، الكلام ده بقى ايه؟ برضه عملناه قبل كده فمش هعمله تاني خلاص، بس نقدر نعمله تاني بسهوله يعني. دي ار تايب، دي اي ار تايب، دي او دي ار تايب، اي وار تايب. اللي بعدها مختلفه شويه، ان انا عايز اعمل كونديشن، ماشي؟ يبقى انا دلوقتي عايز امسح الكلام ده، اعمل كونديشن. فانا عندي لو الاي ده مش بيساوي صفر هروح لده، صح؟ لا، لو مش بيساوي صفر هنفتح هخلي الـ A equal B، لو ده بيساوي صفر هعمل ايه؟ هروح للـ C of 0. طيب انا ممكن اعمل بارت B كده، هعمل branch equal، لو الـ A بيساوي صفر، الـ A ده اللي هو كان T of 0، فلو T of 0 بيساوي الزيرو، فلو بيساوي صفر هروح فين؟ هخلي الـ A equal C of 0، فاروح مثلا لـ L، والـ L دي هيكون فيها ان الـ A بيساوي C of 0. فهنا هضطر اعمل لود وورد تاني، لود وورد، بس هلود في الاي، الاي اللي هي مين؟ اللي هي اصلا تي 0، فخلي التي 0 عباره عن سي اوف 0. طيب حلو، else
اللي هنفذه بقى هنا هخلي الـ A يساوي B، فهقول add immediate أو add عادي الـ A اللي هي T 0 0 و B اللي هي T 1. طب لو عملت كده سبت كده بس هينفذ دي وهينفذ دي، مش عايز أعمل كده. اللي أنا عايز أعمله إيه؟ عايز أعمل هنا jump exit بحيث إن ده هو يكون هو الـ exit. تمام، تعال نحول ده بقى للباينري فورمات بتاعه. طيب البرانش عباره عن اي تايب فورمات، فهي عباره عن جزء كده في هنا الاوب كود اللي انا مش حافظه، ماشي. غالبا لو حاجه زي كده جات لك في الامتحان هيقول لك الاوب كود بتاع البرانش كذا، الاوب كود بتاع الجامب كذا، وهكذا يعني، ماشي. اوب كود انا مش حافظه. وبعد كده هلاقي الار اس، هنا بكتب الار اس للادرس بتاع تي 0، ماشي. فمحتاج اشوف الادرس بتاع ده، وبقارن برده بالار تي فالادرس بتاع ده، ماشي. فده هنا هيكون ادرس 5 بيتس وهنا ادرس 5 بيتس. بعد كده 16 البيت دول، الاثنين دول هيقفهم من الجدول او هيكون قايلهم لي هو في السؤال. دول بقى 16 بيت. طيب كنا كنا على البرانش قبل كده، بظبط البرانش ازاي؟ بشوف الاول البي سي، طبعا انا مفترض ان دي بادئه بزيرو، صح؟ يعني انا مفترض هو قايل لي في السؤال اصلا ان البرنامج بادئ عند 0000 في الميموري. بعد كده الادرس 0، ده الادرس 4، ده الادرس 8، ده الادرس 12، وده الادرس كام؟ 16. طيب انا عايز لو الكونديشن ده بترو بحط هنا، لو ده بترو هجامب ال ال. بحسبها ازاي؟ بشوف البي سي بلس 4 هلاقي ان هنا 4، وبعدين الاقي عندي هنا كام نقطتين، بحط هنا 2، ماشي. اللي مش فاكر ده راجع الفيديو بتاع البرانش نفسه. طيب حلو، بعد كده الاد دي ار تايب مش هعملها، عملناها قبل كده كتير. بعد كده الجامب هنحاول نعمل الجامب، الجامب لها اوب كود برده مش حافظه، اوب كود بتاع الجامب. وبعد كده يكون عندي هنا كام عدد بيتس كتير، كام؟ هو ده 6، هيبقى هنا 26، صح؟ هيبقى هنا 26 بت. طيب 26 بت تظبط ازاي؟ قلنا ان الريزلت ادرس بتاع الجامب عباره عن كونكاتينيشن ما بين حاجتين. اول حاجه الاخر 4 بيتس في البي سي اللي هو من اول 31 لحد كام 28، وهلزقهم في 4 في الرقم اللي مكتوب هنا اللي هسميه A، ماشي. طيب انا عايز جامب لمين؟ عايز جامب الاكزيت اللي هو بيساوي 16، يبقى انا عايز ده يساوي 16. كده كده انا بادئ عند 0، فالاربعه موست سيجنفيكانت بيتس بصفر، يبقى انا عايز 4 A يساوي 16، يبقى انا عايز الA تساوي 4. يبقى هكتب هنا 4 بالباينري، هتكون طبعا 00 في الاخر خلاص هيبقى 100 يعني. تمام، برده اللود وورد عملناها قبل كده فمش هعملها تاني، بس هي اي تايب انسرشن دي، وعارف الار اس وعارف الار تي هيبقوا بكام، وطبعا ال 16 بيت هيبقى هم 0 اللي هنا ده. تمام،